لا أمان لمن خان، لا أمان لمن خان وخلع الولاء، ومن نازعنا الملك نازعناه حياته. يا مولاي، قد كتبت له الأمان على حياته. إنما الأمان رهن بابتعاده، وله عند أمير المؤمنين شفاعة. أية شفاعة؟ أي شفاعة لرجل ما أن عزمت على الذهاب إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير، وأمنته على ما ورائي حتى وثب طامعا فردني عما عزمت عليه؟ أية شفاعة؟ إن كنت تقصد النساء والنسب فلا علاقة لصلة الدم ولا للنساء بأمور الحكم والملك يا عبد العزيز. لما جئتني يا ابن العاص وتجرؤ على الدخول إلى مجلسي متمنطقا بسيفك؟ بل متمنطقا بعهد الأمان الذي وضعه أمير المؤمنين في عنقي. لا عهد لمن نازعته نفسه إلى خلع الولاء ووثب طامعا، وما كان الأمان إلا لكي لا أراك ثانية. لما جئت؟